هذا الجزء الثاني ديال كايجي. كتبدا القصة مع كايجي يرجع مرة أخرى للعالم السفلي والمغرق في الديون. الحمار كيبقى غا حمار وهو كيقمر مع المشرف بالنار خسر فلوسه كاملة، ولكن مقابلها لاحظ بلي المشرف ديما كيجيب أرقام فوق الربعة. طلب منه كايجي يزيدو طرح آخر، قال لي المشرف راه صافي تسرر لك الفلوس باش غتلعب. فهاد اللحظة جاو السجناء كاملين وراهنوا بفلوسهم عليه. المشرف فهاد اللحظة ما بقى ليه ما يقول، بدا كيحرك النرد مع لاح وتلاحوا عليه شدوه. قلبوا دوك النورود لقاهم مزورين وكلهم فيهم ارقام كثر من ربعه، والعقاب ديال الغشاش في هاد البلاصه هي كيخلص ربعه الاضعاف. رجع لهم كاع الفلوس اللي خدا من النار بدا اللعب وزادهم من الفوق. ديك الفلوس اللي جمعوا يلا غتكفاهم باش يدوزوا نهار واحد الفوق. داكشي علاش تركوها كامله، وقرروا يصيفطوا كايجي مده 15 يوم باش يحاول يلقى شي طريقه يخرجهم بيها. نهار الاخر بدلوا لي حوايجو وطلعوا عند الميستاج اللي ولا في بلاستون. قال لي عندك مليون و14 اليوم حيت نهار غدوزو في الطريق، بين لي اش غدير بيها. قال لي كاجي ملي غنرجع غنكون جمعت الفلوس الكافيه باش نشري الحريه ديال كاع السجناء. فهاد اللحظه تقولي الشوكه غيب، وملي فالق راسو رجع للمدينه وفي يدو مكانه كتحسب الوقت اللي باقي ليه. عنده جوج سيمانات وخاصو يحول ديك مليون لجوج. اول بلان طاح ليه في باله هو القمر، مشى للبلاصه ديال الكورس وقف شويه ولكن بانت ليه محماناش، واصلا النهار قريب يسالي. قصد واحد الحي ديال الصافيح كيتجمعوا فيه المتشردين. قصه دبر على براكه فين يبات وهو غادي ليها سمع جوج مدابزين. طال جهتهم لقى واحد منهم هو تول اللي كان المدير ديال السجن في الجزء الاول. واخا كانت بيناتهم العداوه ولكن تصرفوا عادي. سولوا كايجي كيفاش خرج من السجن، بدا كيشوف اتجاه العمارات اللي فيهم ديك البارة. هنا عرفوا حتى هو خد طريق الشجعان. عاود لي كايجي لافير اللي واقع وكيفاش خاصو يحول مليون لجوج. قال لي تون انا غنوريك كيفاش، ولكن بشرط تربحني في اللعبه الطويله. كايجي في الاول تردد حيت ما كيعرفش ليها، ولكن في الاخير راهن معاه ب 5000 وبداو اللعب. يلا حرك اول حجره، سمعهم كيغوتوا بالنمره ديال البراكه اللي غيبات فيها. مشى كيجري عندهم خدا الساروت، وملي رجع لقاتو خدا الفلوس وغبر وهو حاقد على هادشي اللي طرالي. سمع التليفون كيصوني، جاوب القاتون قال لي مازال نيه وكتيق. الحمار كيبقى احمر. يلا باكا يسبو، قال لي شوف تحت الطبله غتلقى دعوه لواحد الكازينو فيه تقدر تحول ديك المليون لجوج. هز صاحبنا ديك الدعوه والصباح غنشوفو قصد الكازينو. تخليه بدا كيتسركل وكيكتشف الالعاب باش يعرف فين يحط فلوسه. فهاد اللحظه تسلط عليه واحد الصاد، قال لي باينه فيك جديد، اجي نوريك واحد اللعبه غتعجبك. خداه للقابو، مع الدخله سمع الناس كتغوت وبانت لي واحد الاله كبيره. القانون ديال هاد الاله هي كتشري كره كتلوحها من الفوق وخاصك تجيبها في الحفره الحمراء باش تاخذ الجائزه الكبرى اللي كتقدر القيمه ديالها باكثر من مليار. سولو كايجي واش فايت شي حد دارها، جاوبو جوج ناس ونعت ليه في التصاور. دار صاحبنا يشوف لقى دوك جوج اشخاص هما الشيباني مول البلاصه اللي محبوس فيها، والتاني هو الميستيج اللي مسؤول تما. بقاو كيتفرجوا في واحد كيليميني كيلعب حتى قرب يجيبها وخرجت مره اخرى. قال داك الصاد الكايجي بلي اللي بدا اللعب في ديك الاله ما كيقدرش يحبس، وبالفعل داك الشيء اللي وقع. مشى كيليميني كيطير لواحد الماكينه اخرى، جبد كارطه وتسلف مليون. سول كايجي الراجل الا خسر شاي وقع ليه، قال لي بلي كاع الناس اللي عندهم ديك البطاقه كيقدروا يتسلفوا بها، مقابل الا خسروا كيهبطوهم للعالم السفلي باش يخدموا تما ويرجعوا الدين اللي عليهم. سولو كايجي واش عنده حتى هو ديك البطاقه، قال لي كيعطيوها غير للشباب حيت هما اللي مازال قادرين يخدموا. كيليميني خسر فلوسه كامله وغرق في الدين، حاول يعلق من تما ولكن هي هات. واش دخل الحمام بحال خروجه، دوز للقمار اللي ولدك تخلص الدين. قال كايجي لذاك الراجل بلي واخا يبقى يراهن حياته كامله عمرو غيربح حيت اللعبه مغشوشه، وكل مره الكره كدير 5 دورات على الحفره الرابحه في الاخير كطيح في الخاسره. خرج من تما، تبعوا الشيبان يسولوا اش غيدير. جاوبوا الحل الوحيد باش نربح فيها هي نبدلوا السيستم ديالها. بدا داك الراجل كيضحك وطلب منه يتبعو. خداه لواحد المستودع وراه واحد الاله كتشبه لهذيك اللي في الكازينو وغيكون صنعها باش يدرب فيها. قال لك اجيب لي سميتو كوتارو، كان مدير في واحد الشركه ولكن داروا فايت وجراو عليه. مور هادشي سمحت فيه مراته وخدت معاه بنته. من ديك الساعه هو كيتقاتل باش يربح ديك المليار ويرجع مراته وبنته. طلب من كايجي يعاونه مقابل يعطي ديك جوج المليون اللي محتاج. كايجي دورها شويه في راسه ودغيا وافق. فهاد اللحظه سمعوا الدقان في الباب وغيكون الشخص الثاني اللي غيعاون كوتارو في الخطه، سميتها يا سودا وخدامه سربايه في داك الكازينو. كايجي مع شافها وسمع سميتها عرفها حيت غتكون بنت داك الشيباني اللي اعتق في الجزء الاول. هاي هاي العمي كيعرف يولد زين. سولها كايجي واش عارفه اش غيوقع لها الا اكتشفوا راه كتخونهم. ردات عليه باللي ما كيهمش حيت الهدف ديالها هو تنتقم لباها اللي جبروه يلعب شي لعبه ومات فيها. واختي باك قمار اش بغيتي نديرو ليه هما؟
البنت لاحظت كيفاش كايجي تأثر من دوات على باها، ولكن مع مازال يلا تلاقاه وما زعماش تسولو، وتارو كان داير خطة باش يخرب الآلة باستعمال المغناطيس. ورا كايجي كيفاش، وبالفعل قدر يوجه الكرة وجابها في الحفرة. جا النهار لا يقمروا فيه، حيت الحراس كيقلبهم في الباب البنت عاوناتهم باش يدخلوا المغناطيس، اعطاتو لكايجي، وكايجي بقى شادو في يدو حتى هبطت الكرة ودوزو لكوتارو وسط القرعة ديال المشروب. الكرة كدور، دخلت في الحفرة الأولى، الثانية، وهي كدور على الثالثة بدا كيوجهها بالمغناطيس، بقات قاصدة الحفرة الحمراء، حتى قربت تدخل وخرجت مرة أخرى. هنا كوتارو تدمر وطاح من تما. مات لي العلبة ديال المشروب وسط الكواري. هنا هبط المدير يشوف شواقع، ضرب على العلبة ومشي يهزها. كايجي شوية ما يديرها في حوايجو، حيت إلا لصقوا فيها الكواري غيعرفوهم حاولوا يغشو. هز المدير، وهنا غتكون الصدمة. الكواري ما لصقوش في القرع حيت مصنوعين من واحد المادة ما كتنجذبش للمغناطيس، الشي اللي كيعني بلي البنت خانتهم ومن الأول وهي مع المدير. عرض المدير على كوتارو لعبة أخرى اللي ربح فيها غياخد 3 مليون. حاول كايجي يوقفو، هنا دار عنده المدير وقال لي كنت كنتسناك تبان، داير ليا فيها باغي تعاون الأسرة وما عرفت شنو، وقلتي للبنت بلي كتعرفها وكتعرف باها. حاول كايجي يشرح للبنت بلي بغا يعتقب باها وما قدرش، ولكن غمق عليه المدير وبيه في حيلة كايجي يستغلو باش يفلت بروحو. في الاخير قال لي بلا يكون مسني في اي وقت بغا يلعب معاه وتحرك في حاله. رجع كايجي للدار مع كوتارو وهو مريح وكيخمم في داكشي اللي وقع، تفكر ملي طاحت وحده من الكواري في الارض وهز المدير. موراها قال لكوتارو بلي عنده طريقه للفوز وقصد الكازينو. مع الدخله لقى المدير كيبطن فتون، لاح ليه كوره من ديك الليله وطلب منه يصرفها ليه. خدا الفلوس وقال المدير تفرش شغيطره. قال لي المدير ما تقدرش تربح حيت انا اللي كنتحكم في الالعاب. دار كايجي واحد ضحكه وخرج من تما. شرب قهوة وهو مريح، سمع واحد الزوج كيهضروا على شي مبنى كيتعاود. كايجي بان مهتم بهذا الشيء، سمعهم حتى سالاو ومشى عند كوتارو داروا خطه باش يربحوا. شنو هي هاد الخطه؟ انا براسي مازال ما عرفت. المهم في الليل غنشوفهم هابطين مع المدير باش يتفرجوا في طريق الشجعان. داك اليمين اللي شفناه تسلف في البديه وخسر، من اللي بغاو يهبطوا خطر يدوز من طريق الشجعان. اللي ما تفرجش في الجزء الاول، طريق الشجعان هي لعبه خطيره كيدوز منها الشخص اللي عليه الدين، الا ربح كيتعفى من الكريدي وإلا خسر كيموت. اللعبة ديال هاد النهار عندنا قفص كبير فيه 3 ديال الغرف، الأولى فيها 7، الوسطانية خطيب دكي اليميني، والثالثة حتى هي فيها 7، وفي الوسط كاين دكي اليميني مربوط بسنسلة، وعندو 3 د البطونات مرقمين من 1 حتى 3. إلا بغى يربح خاصو يبرك على البطونة اللي كتحل القفص ديال خطيبتو، وإلا برك على البطونة الغلط يخرج 7 يدغمر مو. صاحبنا كان كيبغي خطيبتو بزاف، طلب منها تقترح عليه رقم، بان ليها في ليكرون بلي عندها الجوج، ولكن خانتو قالت ليه برك على 1. برك صاحبنا على اللي قالت ليه تحل القفص اللي فيه 7، وإنا لله ودي الدا أحمد. هو كلاه 7 وخطيبته ربحت 3 مليون حيت قدماتو. لا لا دروش دروش. مور هاد الشي شعل الضو في الاتجاه ديال كايجي وقال ليهم المدير كنقدم ليكم المتسابق الثاني. كوتارو جددو القفقاف وحاول يخلي كايجي تراجع، ولكن صاحبنا داخل على القرعة، دخل حتى هو القفص غيلعب نفس اللعبة بنفس القوانين، والبنت اللي في القفص وخاص تقوله الرقم هي ياسودة بنت صاحبه اللي مات واللي اصلا فايته بيدقاتهم. وباش يحمي الطرح مزيان دخل واحد وبدا كيقول بلي كايجي قتل ليها باها باش يفلت هو. المهم شي حوايج فحال هادو باش يحقدها على كايجي، وفي نفس الوقت يدخل الكايجي التناوي وما يخليهش يتيق فيها. بان الرقم في الشاشة ديالها وكايجي كيطلبها تقولي الحقيقة. خرج النضيدرات اللي حتى هو بيدقوا في الجزء الاول وقال لي برك في الجوج. سولو كايجي كيفاش غيتيق فيه هو قولبو اول مرة تلاقاو، رد عليه باللي مور ما هبط تحت الارض تكرفصوا عليه ودابا بغى يعاونو يربح باش ينتقم منهم. وصاحبنا ضايخ وكيفكر واش يتيق ولا لا، قالت ليه البنت برك في 3. هنا صافي تلف مرة، بدا كوتارو كيغوت واحد وقال ليه البنت قول باتنا في اللعبة ديال الفليبر، نديدرا تقول بك في الافيشات، داكشي علاش ما تيق في حتى واحد منهم. وسط داك الخوف الضغط النفسي كثرت الاراء، صاحبنا جمع السوفل برك في 3. ديك الساعه تحل القفص اللي فيه البنت، بغى صاحبنا يشكرها حيت عاوناتو، قالت ليه بلي هما اللي طلبوا منها تقولي الحقيقه حيت ما ظنوش يتيقها. في الجهه الاخرى الميساج قال لمدير الكازينو برافو عليك عرض زوين، وهو غادي يحضروا ما يدخلش مع كايجي في شي لعبه حيت الا خسر ما يضمنش ليش غيوقع. خدا كايجي وكوتارو الفلوس اللي ربحوا ورجعوا للمستودع يحتفلوا. في هاد الوقيته دخل عليهم تون، كوتارو جر الفلوس حيت حساب لي جاي قريسيهم. هنا قال لي كايجي ما تخافش راه هو اللي عاونني وقال لي برك على 3. ها وانا كنقول كيفاش تقبل بنت، اول قاعده باش تكون قمار صحيح في اللحظات الحاسمه تيق في عدوك وما تيقش في بنت. باقي ليا صاحبك القمار يستافد شويه. بدا تون كيدور في داك المستودع وكيشوف الخطه اللي دايرين باش يربحوا لا ماشين، ملي
اللي درسها مزيان قال لهم عندكم بزاف د الاخطاء وطلب من كايجي يمشي معاه يشوف شي حاجه. دخلوا لواحد البنايه يلاه وراه واحد الحفره وقال ليه بلي خدات لي عامين باش يحفرها. اتصل بهم كوتارو وطلب منهم يرجعوا للمستودع. مشاو كيجريو لقاو البنت جالسه تما وغتكون هربات من الكازينو. خلاوها تبقى معاهم ولكن ملي بغاو يراجعوا الخطه طلبوا منها تخرج تجيب شي ضويره بين ما يساليو. في نفس الوقت غنشوفوا مدير الكازينو كيعدل الاله ديال القمر في واحد المبنى. طال من الشرج مبانوا ليه ناس جداد كيدخلوا الرحيل. ديك الساعه جمع الماتيريال ومشى فحالو. جليل وصحابنا قصدوا الكازينو. المدير حتى هو كان موجد وكيتسناهم. صرفوا الفلوس وطلع كايجي قدام اللعبه. اختار اصعب وضع في اللعبه. السيكوريتي شافوا هادشي تصدموا. الكواري كانوا غادي مزيان كايجي كيبان غير ربح ولكن في هاد اللحظه دخل المدير وقف اللعبه وقال لهم بلي غشوا. دوك العمال اللي كان شاف المدير كيدخلوا الرحيل كانوا هما متنكرين وملي مشى فحالو تسلوا الغرفه ديال الماكينه وبدلوا الكواري. هادشي كيتعتبر غش. داكشي علاش غيصادر الممتلكات ديالهم غيهبطهم يضربوا تماره. حاول كوتارو يسنطح وسول واش عنده شي دليل. هنا دخلت يا سودا وخدمت جهاز التسجيل اللي زرعات ليهم وهما كيراجعوا الخطه. بدات البنت كتضحك وقالت ليهم الحمار كيبقى احمر. طلع المدير يعبر الكواري باش يهبط والديهم تحت الارض وهنا غتكون الصدمه. الكواري ما تبدلوش وصحابنا غير متلو على البنت. بداتهم كيضحك وقال لها كاميرا واوا كاميرا واوا يلا غتبدا الدمع. قال لها كايجي ما تخافيش ملي غنربع غنخلص عليك حتى انت ونخرجك. بداتهم كيشوف فيه وقال لي من نيتك عنيبه. رد عليه كايجي بلي ما كاين لا عنيبه لا والو راه غير كنت واعد تباها باش نوصل ليها فلوس الجائزه. المدير خرج من تما وكايجي رجع للماكينه باش يكمل التقمار. وصل المدير الغرفة ديالو فتح الشنطة ديال الماتيريال. تما لقى بلي بدلو لي العبار ديال الأوضاع باش يخلي اتساع والكواري يهبطو بسهولة. وحيت ما عندوش دايب اللي بدلوهم ما يقدر يدير والو. بانت ليه شوية الغبرة فوق الشنطة. طلع حل قناة التهوية تما شاف الحفرة اللي كان تندوز عامين هو كيحفرها. غتكونو دختو شوية داكشي علاش اجي نشرح ليكم كيفاش دارو ليها. الكواري قبل ما يطيحو في الاتجاه ديال الحفرة خاص يدوزو من شي مسامر فحال الفليبر نيشان. ودوك المسامر كيتحطو بمقياس على حساب كل وضع. صحابنا جاو في الوقيتة اللي كلشي مشى فحالو. دخلو مغناطيس من الحفرة اللي دارتون هزو المقياس ديال اصعب وضع وبدلوه بواحد كبر منو باش الكواري يدوزو بسهولة. غايقول ليه واحد علاش بدلو اصعب وضع. بدلو اصعب وضع حيت حتى واحد ما كيلعب فيه والمدير ملي كيبغي يدير الترميم مور كل لعبة ما كيحكرش عليه بزاف. رجع كيجري للصال جو بانوا ليه بزاف ديال الكواري هبطوا مما كيعني بلي كاينه فرصه كبيره للربح. ولكن واخا هكا كان كيبان مرتاح حيت الماكينه مايله وصعيب الكواري يدخلوا في الحفره. وهنا غنرجعوا لديك الليله ملي كايجي شاف المدير هز الكره وهي غادا كتكركب في الاتجاه المعاكس. ديك الساعه عرف بلي الارض اللي محطوطه عليها الماكينه مايله في الاتجاه المعاكس ديال الحفرات الحمرين. وملي كان مشى للقهوه وسمع الناس كيدويو على الاصلاحات سولهم شو واقع. قالوا ليه بلي الارض في هذه المنطقه رطبه بزاف وبسبب هذا الشيء العمارات كيميلوا وديما محتاج للاصلاح. قال كايجي هذا الشيء لتون وداروا خطه باش يميلوا المبنى كامل. حطوا خزانات ديال الماء في الاتجاه اللي بغاو يديروا فيه الميل وعمروهم بالماء. هكا نهار لنهار مع الثقول زائد الرطوبيه ديال الارض المبنى بدا كيميل واخا غير شي مليمترات قلال ولكن كافيه باش تخربق التوازن ديال الماكينه. الكواري بداو كيدوروا ولكن المدير لاحظ الميل ديال الارض. جبد الريموت وزاد ميل الماكينه في نفس الاتجاه باش يخلي السطاجات اللي قبل صعاب. ولكن الا مشات الكره حتى دازت من السطاجات الاولين غتمشي نيشا للفتحه الثالثه وغير بحكايجي. داز وحده من الكواري للسطاج الثاني بقات كدور كدور. المدير قريب يديرها في حوايجه ولكن من زهره دخلت في الفتحه الخاسره وصاحبنا مشات ليه فلوسه كامله. كايجي في هاد الوقيته تدمر وهو كيحاول يعرف شنو وقع. شاف شي حاجه في الماكينه وناض كيجري. خدا صحابو للطواليت اقترح عليهم واحد اللعيبه غتربحهم ولكن خاصهم يدخلوا بكاع الفلوس اللي عندهم. صحابو في البداية خافوا وطلبوا منه يمشيو في حالهم ولكن كايجي قمار صحيح. قدر يقنع كوتارو يعاونه ولكن تون ما بغاش. سمع فيهم تما وخرج. رجع صرف كاع الفلوس اللي عنده كواري وبدا اللعب. المدير بقى كيضحك عليه. هنا نعت لي كايجي في التيو اللي كيخرجوا منه الكواري. مور ما المدير ميل الماكينه اكثر من القياس الكواري مابقاوش كيهبطوا. يعني الا شرا كايجي الكواري الكافيه باش يسد الحفار الخاسرين غيبقاو غير الفتحات الرابحين اللي محلولين. هكا الكواري غيمشيو ليهم نيشان. بدا صاحبنا اللعب الكواري كيطيحوا. النيفو الاول تسد تاني حتى هو قرب. والمدير في هاد الوقيته بدات الكرافات كتخنقوا. الكره الاخيره كتدور حتى قربت للحفره ولكن من زهرهم المكعور ما طاحتش. كايجي بقات عنده 61 كره وكيبانوا مكافيين باش يسدوا حتى المستوى الاخير. حاول يدير صفقه مع المدير وطلب منه ينسحب مقابل يعطيه 4 المليون ولكن المدير كان كيشوف راسه غير ربح. داكشي علاش رفض البلان.
وهما مرجعين لبلاصتو باش يلعب ديك السين كره اللي بقات ويهبطوه دخلتون. المدير في هاد اللحظه شداتو سريسرا وندم حيت ما قبلش العرض ديال كايجي. جبد ديك البطاقه اللي كيتسلفوا فيها وتسلف ليه مليون، دارها صاحبنا في الماكينه وما كاين غير خوف الكواري. عمر المستوى الثاني، هبطات الكره لاخر مستوى، ما حد داك الدور والروح ديال المدير باغي تخرج، حيت الا ربح كايجي الكازينو غيدير فايت وهو غيدوز حياته كامله تحت الارض. الكره بقات قاصده الحفره حتى قربت تدخل وغيبان في حيله شي حاجه دفعاتها. هنا غنشوف المساعد ديال المدير هز في يده واحد الجهاز وغنعرفوا بلي خدم شي كومبريسور ديال الريح كيدفع الكواري من الحفاري الرابحين. صحابنا ملي لاحظوا هادشي تدمروا، الجمهور حتى هما لاحظوا، ولكن المهم عند المدير هو يربح وما كيهموش واش غيعاود يلعب فيها شي واحد مره اخرى ولا لا. صحابنا يقدروا يربحوا ولكن خاصهم على الاقل مليون اخرى ديال الكواري باش يسدوا كاع المستويات ويجبروا الكواري يدخلوا في الحفره الرابحه. سالت ليهم فلوس وخسروا اللعبه. خوت المدير السيكوريتي باش يهبطوهم وهما غادين بيهم طال المورال قال بنت هز البطاقه اللي كيتسلفوا بيها، حاول يقنعها ما تعاونوش ولكن البنت كانت صافي قرات سلفات ليه باش يكمل ورهنات حياتها بحيث الا خسروا غتهبط معاهم. خدا من عندها كايجي البطاقه، ميزه الفلوس كامله وفتح للكواري هبطوا. انا ما بقى فيا غير داك المدير حتى كيقول صافي ربحت وكيخرج لي شي واحد من الجنب. المستويات الاولين عمرو، المستوى الاخير حتى هو مبقاش ليه بزاف. حاول المدير يقنع كايجي ينسحب مقابل الحريه ديالو شي فلوس، بدا كايجي كيضحك وقال لي عطيتك فرصه قبيله ورفضتيها. المستوى الثالث عمر، تراكموا الكواري على الفتحه الرابحه وبداو كيطيحوا فيها. هكا قدر كايجي وصحابو يتغلبوا على الماكينه اللي سنين وهي كتكزر في بنادم. الشيباني والميسطيش كيساقوا الخبر لهذا الشيء، عطاو الاوامر باش يعتقلوا المدير ويهبطوه يضرب تماره تحت الارض. اما صحابنا بربعه فجمعوا ديك الفلوس اللي ربحوا، خلصوا الدين على صحاب كايجي وتحركوا المستودع باش يقسموا داك الشيء اللي شاط. كوتارو خد الحصه ديالو وتحرك، تبعاتو البنت وكايجي خارج قال له تونش بالك نقمروا بالحصص ديالنا. داروا الفلوس في الكوفر، هزوا الطوموبيل وتحركوا لواحد الخلا، فرقوا الوراق بداوا اللعب. واحد اللحظه بدا الدخان كيخرج من الكوفر، قال له تون الفلوس كتحرق ولكن كايجي ما تحركش من بلاصتو. قال له الديب كدار به غير مره، نزل نشوف الدخان باش تاخذ الفلوس وتعلق. تون ملي شافو عاقبيه جبد الريموت باش يطفي الدخان ولكن ما بغاش يطفى، والفلوس بصح تبقات فيها العافيه. نقص تون من الطوموبيل، تبعو كايجي وكتسمع ديك بوم، الطوموبيل تفرقعات والفلوس كامله تحرقت. ولكن الحاجه الوحيده اللي خلات كايجي فرحان هي يقدر يحرر صحابه. مشى باش يحتفل معاهم ويبرد على الفلوس اللي مشات ليه. صباح وهما خارجين غنشوفو تون راكب واحد الطوموبيل كتغوت وحده ساك مضروب بالفلوس. هنا غنعرفو بلي هما كيشارجيو الفلوس باش يمشيو يقمرو. غفل كايجي وبدلها، الشي اللي كيعني بلي الفلوس اللي تحرقات كانت مزوره والحقيقيه كامله دابا عنده. كايجي قمار صحيح وكيجيبها في الاوردر ولكن ديما في الاخير كيبيطقو شي واحد وكيجمع ليه حب وتبن. الخلاصة هي الحمار كيبقى حمار واخا يطلع للقمار، والقمار عمر والديه يطفرو. ما تنساش طق ليا صاحبك القمار. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهاية القصة. إلا عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.